في نقطة قبل ما أختم عايزك تقول لي عنها شوية تفاصيل. الأهلي يبدو وكأنه أقرب للمثالية في الفترة الماضية على المستوى الفني، ولكن هناك بعض الأخطاء اللي هنحب ننور النور عليها بحيث إنه الأهلي يتلاشاها إن شاء الله ويبقى مثالي قدام الوداد. بالظبط. بص يا كريم، في نوع كده حاجة اسمها محفزات الضغط، بمعنى إن أنت في مؤشرات كده للمهاجم الضغط إن أنا أدخل أضغط على حامل الكورة. صحيح. زي اللمسة الوحشة مثلا، او الباصه الوحشه، او ان انا اديت للمهاجم اللي جاي عليا ظهري، او الكره بتتنطط قدامي فالكره تايهه فانا ممكن اضغط. فاذا انت بتبقى اخر مدافع في الملعب، فصعب جدا ان انت تكسب، لان هو جاي بحافز وبدافع اكبر منك، فهو بيبقى جاي كمان مندفع عليك، فهو بيبقى موقف قوه وانت موقف ضعف. طيب الحاجات دي ظهرت في الماتشين اللي فاتوا وكانوا هيكلفوا الاهلي كتير، هيكلفوا الاهلي مشاكل، سواء كان محمود متولي كان هيطرد، محمد عبد المنعم كان هيتصاب، بخلاف ان انت اصلا كان ممكن يروح انفراد من نص الملعب. هي في حالات عنده. تعال نعرض، يلا يا جماعه نعرض على طول عشان الوقت. الحاله الاولى بتاع محمود متولي، هما الحالتين لمحمود متولي. دي كرة جايه من التشتيت عادي، محمود متولي استلمها وحش. بص احمد ياسر ريان استجاب للمحفز وراح ضغط على محمود متولي واستخلص الكوره من محمود متولي ورايح انفراد من نص الملعب بالشكل ده. محمود متولي ما كانش عنده حل غير ان هو يعمل فاول. لك ان تتخيل مثلا ان محمد عبد المنعم مش موجود في اللقطه دي وبقى في نص الملعب، ايه الحل؟ الحل ان محمود متولي كان هيطرد من الدقيقه 15 وكان هيكلف الاهلي انه يبذل مجهود من الدقيقه 15. مشكله. بص الحاله الثانيه، كمل هي دي الحاله، سيبها برضو محمود متولي هيبصيها. مين مراقب؟ احمد ياسر ريان مراقب الدنيا، هيشوف الباصه، بس الباصه رايحه وحش، اضطر محمد عبد المنعم يسيب مكانه يروح. فطبعا ايه بقول لكم، ما انت عايزه يلعب ليه؟ انا عايزه يلعب. هي دي اخطاء ظهرت عنده، اي حد موجود فيهم المفروض ان هو ما يعملهاش. فهو دي بص كانت هتكلف محمد عبد المنعم برضه مشكله، انه كان ممكن يتصاب وكان ممكن يروح انفراد ويكلف الاهلي. طيب انا عايز اشوف لقطه كمان عشان اسالك انت وخليفه سؤال قبل ما اختم على طول. في اللقطه الاخيره اللي بتوضح ان ليه ما ينفعش تغلط الاخطاء زي دي قدام فرقه زي الوداد. ده برضه بص الضغط، بص الوحش صامبو بيضغط ازاي، فده شرس. يعني احمد ياسر ريان برضو مع احترامي ليه، هو عمره ما هيكون صامبو، لان صامبو على المستوى البدني، لا على المستوى البدني، على المستوى البدني والضغط والقوه. ياسر ريان كوره احسن كمان. لا هو احمد ياسر ريان بيلعب كوره ككوره وارض وكده كويس. طيب هسالك سؤال عشان بس الوقت للاسف خلص مني. انت ليه عايز محمود متولي مكان محمد عبد المنعم؟ اولا انا هلعب كره هجوميه هنا ونازل اكسب. انا ما عنديش اي رفاهيه ان انا ادافع ورا، فاذا انا عايز حد يساعدني من تحت واكتر من حلول اللي عندي عشان تساعدني في بناء الهجمه. حلو. فرقه الوداد هتتكتل في نص ملعبها او لو بلوك، فانت هتبقى محتاج ناس من تحت تقدر توصل الكره للثلث الاخير سواء باللو بلونج بول او التمريرات اللي ما بين الخطوط. هايل. ليه عايز ياسر ابراهيم مكان جنب محمد عبد المنعم؟ في رايي انا ان دي مباراه التفاصيل الصغيره. كل الوداد بيلعب كوره ثابته خطيره جدا، ما بيلعبهاش عاليه حاجه زي كده، فعايزه اللعيبه الخشده شويه سواء في الكرات الثابته اللي للاهلي او اللي على الاهلي. فاعتقد ان انت امانك اكتر، واحنا يعني شناوه مشكورا كده استعرض القوه البدنيه لسامبو حاجه زي كده، فمحتاجين مدافع تقليدي زي ياسر اللي هو قوه بدنيه بيلتحم بشكل اقوى، شرس في الكرات العرضيه. في رايي انا الثنائي الافضل في الاهلي ان يلعب هيبقى محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم.